ستار إكسبرس. صباح النور. 8 ساعات تفصل منتخبنا الوطني على مواجهته الهامة والحاسمة من أجل مرور الدور الثاني بشرط الفوز على المنتخب الفرنسي. آخر أخبار المواجهة هذه وأخبار المنتخب جيم عند مبعوثنا للدوحة اسكندر إبراهيم. صباح النور اسكندر. صباح النور، مرحبا فهمي، تحية ليك ولكل مستمعي موزيك. هو أمل بسيط صحيح لكن يقعد كبير في عينين التوانسة اللي استنوا برشا من الكيب ناسيونال اليوم قدام منتخب فرنسا. مقابلة الأمل الأخير، مقابلة حاسمة بالنسبة للمنتخب التونسي. صعبنا نرويحنا الأمور صحيح لكن تبقى الأمور متاحة بما أنه مازلنا حيين. نقول بلغة الكورة ما دام تكتبش أن المنتخب هذا انسحب ولا خرج من حسابات الدور الثاني فانه يزم يلعب للاخر، وهذا المساج اللي قاعد يتعادى بين ملاعبيه المنتخب الوطني التونسي بين الاطار الفني وملاعبيته من كل المكونات اللي توحيت بالمنتخب، وخاصه نحكيوا هنا على الجماهير اللي شفنا انه رجعت فيها للروح البارح في الليل وشفناها في شوارع الدوحه. ممكن القلب هو اللي خلينا ديما نحاولوا هكا نقعدوا للاخر مع المنتخب الوطني التونسي، هو اللي خلينا نأملوا في معزه على الاقل نجم نقولوا اليوم قام منتخب فرنسا على شلي يكون الانتصار من خلال التشكيلة اللي بنحكيوا عليها تو. ممكن بعدها فما تغييرات أخرى في وسط المقابلة يقوم بها المدرب جلال القادر، لكن الأمور حسمت تقريبا. إذا نحكيوا على تشكيلة المنتخب التونسي اليوم قدام فرنسا، الحداش اللي باش يبداو والمهمة الصعيبة هذه باش يكون أيمن دحمان في المرمى، في الدفاع نقاول ثلاثي نادر الغندري ياسين رياح ومنتصر الطالبي، قدامهم أربعة ملاعبية في وسط الميدان نحكيوا على عيسى العيدوني ورياس السخيري، على اليمين وجدي كشريده المره هذه وعلي معلول المره هذه زاد موجود على اليسار، في قدامهم زاد موجودين زوج ملاعبيه جدد بارافور لزوج مقابلات اللي تعداو. لو انه انيس بن سليمان كان شارك في مقابله المنتخب الدنماركي موجود باش يكون في المقابله هذه امام منتخب فرنسا، معاه العنصر لاول مره باش يكون موجود في المونديال هو محمد علي بن رمضان، ووهبي الخزري يستعيد مكانه كقلب هجوم وقائد للمنتخب الوطني التونسي. هذوما الحديث اللي عمل عليهم جلال القادر، لكن كيفاش باش يلعبوا ضد منتخب فرنسا؟ شنو التاريخ في توخاها المنتخب الوطني قدام المنتخب الفرنسي؟ جلال القادر عنده الاجابه. تحب تفوز مش معناتها باش تلعب خمسه وسته مهاجمين وانا نلعب التهور، لا باش نلعبوا دائما بالاتزان نتاعنا بالثوابت نتاعنا. نعرفوا اللي احنا قادرين وقت نكونوا مركزين. الشيما التكتيك عندي انا ما عندوش اهميه كبيره بقدر ما هو التنشيط من ناحيه الدفاعيه، كيفاش باش ندافعوا كيفاش باش نهاجموا، هذا اهم شيء. ان شاء الله نلقاو التركيبه المثلى ونلقاو المقاربه كون نكونوا دائما في ثوابتنا الدفاعيه مع توازن هجومي اي سورتو ان شاء الله نلقاو في كاسيتي نيسيسار. إن شاء الله المنتخب يلقى النجاعة اليوم ويلقى الطريق للشباك. اسكندر إبراهيم مبعوثنا الخاص للدوحة، شكرا لك على التفاصيل والأخبار. البارح تعرفنا على الأربع منتخبات تأهلت للدور الثمن النهائي من المجموعة الأولى. هولندا ربحت 2-0 قطر، السنغال فازت 2-1 على الإكوادور، وفي المجموعة الثانية إنجلترا فازت على ويلز 3-0، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية بفوز على إيران 1-0 تتأهل للدور الثمن النهائي. ثمن النهائي فيه هولندا باش تواجه الولايات المتحدة الأمريكية، والمنتخب الإنجليزي باش يلعب ضد المنتخب السنغالي. بالنسبة للبرنامج اليوم بداية من الأربعة كما تبعته تونس فرنسا، في نفس التوقيت أستراليا الدنمارك، 8 متاع الليل في المجموعة الثالثة الأرجنتين تلعب ضد بولونيا، السعودية تلعب ضد المكسيك. بولونيا متصدر ترتيب المجموعة بأربع نقاط، الأرجنتين والسعودية عندهم 3 نقاط، المكسيك في المركز الرابع بنقطة واحدة. كانت هذه أولى نشراتنا الرياضية لليوم، تلقاو على السيت موزايكا فهمت.